سميحة عثمان أيوب، وشهرتها سميحة أيوب، حياة كاملة فيها الضعف قبل القوة، وفيها المحاولات قبل الثقة، وفيها العذاب قبل السعادة، وعشقت خشبة المسرح وقفتها كاسرة تنزف كل ليلة فنا من لياليها المسرحية، حتى صارت أم كلثوم المسرح وعلامة بارزة أداء وصوتا مميزا لا تخطئه الأذن. يا أجمل ما تريد، وسرقت يا مولاي أجمل درة في عقد عمري، أسكرتني وأفقت كي أجد الزمان وقد تسرب من يدي. ترى ما هي مفاتيح هذه السيدة؟ وحملت الزهور إلى سميحة أيوب. سميحة أيوب، مجرد أن أنا قاعد قدامك بستدعي زمن جميل، وحس أنك ونس شايفك قدامي، وشايف خلفيتك سعد وهبة على صورة، وحاسس وكأن الزمن دخل بأطياف ماضي لن يعود، ولكنه في نهاية الأمر له عطر. صح، ونفس الحالة أنا حاسة بيها تجاهك. تمام. مفيد فوزي، نعم، رجل الزمن الجميل والليالي اللي مليانة عبق فني وإبداع قاعد قصادي، وحي يرزق كما أنا حية أرزق، فده شيء جميل. هيجنني صوتك هيجنني صوتك صوتك في رصانة، في عقل. لا، وفي ده خيري شلبي مرة قال لي انه صوت سميحة ايوب يديك الانضباط بتاع شخصيتها. خيري شلبي احسن ما كتب عني كده، واعظم ما كتب عني، لان المفردات بتاعت شخصيتي لقيتها كلها في ايديه وكاتبها، مع ان يعني ما قعدناش مع بعض، واللي هو لمحات لما كان بيجي في نادي الإذاعة ويشوفني وكلام عابر أو شوية كده، وإذا بي ينزل الصفحتين بتوعه بتوع بروفيل ويكتب وأقرأ إيه ده؟ إيه اللي بيقوله الراجل ده؟ إيش عرفه؟ إيش فهمه؟ إيش حسسه؟ صحيح، وهكذا. صحيح، لكن هو إنسان حساس جدا. وقال حاجة غريبة جدا، قال لك هي صوتها زي ما تكون حاطه فلوس في البنك، عارفه تطلع امتى وتقطر امتى وتجزل العطاء امتى. وده حقيقي؟ ده حاجه من غير ما احس هي بتحصل. يعني هي عمليه تلقائيه. عمليه تلقائيه، بس هو قفشها. فهو لما قريتها انا ابتديت ابص لنفسي من جوايا، لقيته بالظبط. انت فعلا كده؟ لقيت لقيت ان انا بدي كل حاجه حقها، ما بزودش. طيب، يبقى هو فعلا صوتك يعطي الانطباع عن انضباطك، يعني هو انضباط شخصي. صح، الحياه. صح، ولكن انا بشوف كما حاورتك يوما من الايام اكتشف ان فيكي رغم انك امراه قويه طبعا لازم تتحكي، تعباني انا حكايه امراه قويه. ملامح الضعف، ضعف امراه قويه ما بنساهوش ابدا. واحس انه مهما كنت قويه وراسخه في الحياه فانت ليكي ضعفك البشري الانساني. طبعا، مش عايزه جدال. انا كل اصحابي لما تسالهم يقول لك يبان عليها ان هي قويه وبيان عليها كذا، لكن كلها رقه. طبعا ده شهادتي مجروحة دلوقتي لأني بتكلم عن نفسي. تمام. المدخل عندي للورد، ماذا تفعل الخضرة في الإنسان؟ الورد في الإنسان، الورد ده رسول،
رسول حب، نعم، ورسول سلام، ورسول مصالحة، ورسول طبطبة، ورسول يعني مهدئ. من مفردات حياتك؟ أحيانا ببقى محتاجة الورد في البيت. لكن أنت بتبعتي؟ يعني دائماً. أنا لما يكون في حد عزيز علي قوي، نعم، ويعني تعبان أو متضايق، ببعت له ورد. بتكتب بإيدك؟ طبعا بكتب بإيدي، لازم بإيدي، لازم. مش هقول للبتاع الورد من فضلك ابعت لفلان ما عرفش، لا أبدا. عمرك حد مثلا أخد جايزة، ببعت له ورد. حد حصل له حاجة جميلة، ببعت له ورد. حد عيد ميلاده، ببعت له ورد. حلو. يعني في المناسبات. قولي لما عبد الحليم حافظ غنى نفوت على الصحراء تخضر، كان قصده ايه بكلمة تخضر في تقديرك انت؟ اصلك انت بتفكرني بحاجة. ايه؟ بتفكرني بمرة كنا مسافرين اسكندرية، انا ونادية لطفي. نعم. وبعدين يعني الدنيا صعبة، وكانت الدنيا برد وكده، فقلنا هنعمل ايه، الدنيا برد جدا. فقلنا ننزل شوية نتدفى في الشمس. فوقفنا كده وبصينا لقينا نفسنا في بق واحد، قلنا نفوت على الصحراء تخضر. يا سلام. فاكراها ان احنا الاثنين قلناها في بق واحد. قلت ايه التليبس العجيب ده. صحيح. هو المعنى انت في تقديرك احنا نفوت، احنا خير، احنا خير. صح، احنا خير. لما نفوت على حتة تخضر. سمعت مرة مديحة يسري بتقول انها بتخاطب النبات. هل صحيح النبات بيحس؟ يمكن مخاطبته؟ بيحس. وبتقول لي حاجة غريبة جدا طبعا. كتمت ضحكتي، وخلينا اقول لك بصراحة. بتقول انا لما بغيب عنه بعتذر له. ايوه. طب انا اول مرة اعرف الحكاية دي ازاي. في صديقنا يمكن انت عارفه، خيري اسعد، طبعا مهندس الديكور طبعا الكبير الذي عاش طويلا في الاردن. ايوه. تمام. هو اللي عمل البيت هنا. نعم. عندي. فكنا جايبين البوتس. فانا بقول الزرعه دي محطوطه هنا كده شكلها مش حلو. قال لي كده هي هتزعل منك دلوقتي. قلت له تزعل مني؟ تزعل مني يعني ايه؟ وضحكت. قال لي لا هتزعل منك. حقيقي لقيت الزرعه هبطت. ياه. وبعدين سبحان انا الله. استغربت جدا وصدقته، ورحت قلت للزرعه انا اسفه. قلت للزرعه انا اسفه، انا اسفه، ما كانش قصدي. بعد شويه الزرعه رعرعت تاني، فاخدت على عاتقي ان اي زرعه عندي في البيت اقول لها صباح الخير. يبقى تعاملك الصبح. دايما كده. سبحان الله. انت حاسه انه نبات الظل يقال انه يهمه قوي الضوء والاكسجين. ايوه. تفتكري نبات الظل ده يعني سر حب الناس ليه؟ لانه برضو خير. الخضره في البيت خير. حلو. وان حاجه حيه في البيت بتنمو خير. صحيح. ودايما منظر الخضره حلو، منظر الخضره على حتى بعد النظر بيبقى. انت عارفه طبعا انها بتاخد نقطه او نقطتين ميه في الاسبوع. ما بتاخدش ميه كتير. يعني وبعدين في حاجات ما بتحط لهاش طمي، وتحط لها ميه بس. وهي عايشه على الميه. يا سلام. ليه في المؤتمرات العامه دايما يتفرش ورد على الترابيزه؟ هل لتخفيف حده النقاش؟ احيانا لتجميل النقاش. النقاش بعد ساعات لتجميل بيبقى فج. بيبقى فج، وبيبقى في ناس يعني منافقين. وناس بيقولوا كلام موضوعي، يعني بتبقى ايه، سلطه. سمع ايوب على قبر من تضع باقه ورد من عظماء الفن الذين رحلوا؟ على قبر ام كلثوم. على قبر ام كلثوم. الفن. الفن. طبعا. على قبر محمد عبد الوهاب. على قبر عبد الحليم حافظ. نعم. على قبر فريد الأطرش. كل العمالقة دول. نعم. العمالقة دول اللي مش ممكن هيجود الزمان بمثلهم. مرة نجيب محفوظ
قال إنه حياة الإنسان زي التورتة، درجات يعني مراحل ودرجات. في تورتة حياتك مرحلة الاستقرار كانت إمتى؟ والله ما أقدرش أقول استقرار أبدا، لأن الفنان لا يمكن هيستقر. الله، برافو، حلو قوي المعنى ده. يعني طول ما انت قاعد جواك جواك حاجات، صحيح، جواك عالم، جواك أمال، حتى لو انت عارف ان عمرك الافتراضي مش هتقدر تعملها، لكن عندك الأمل. يقولك المثل، يقولك طولت العمر تبلغ الأمل، تبلغ الأمل. ده مثل قديم. أمال يعني مفيش حالة استقرار. طب التوهج، التوهجنا كلنا، صحيح، في الستينات، صحيح، توهج، صحيح، البلد في الستينات، صحيح، توهج الفن، نعم، والأغنية والشعر والنقد والتمثيل، كله كان في الستينات. طبعا قاعدين يقولوا انتوا بتلطموا على الستينات وكده، لكن ما بنلطمش على الستينات. يا ريت المعنى ويا ريت المحتوى بتاع الستينات يظهر دلوقتي. صحيح. في تورتة حياتك هل عشتي فترة نفسية مضطربة عائليا وانت بين الشد والجذب والفن والحياة؟ يعني شوف، دي حالات عندنا كلنا، نعم، عند البشر كلهم. فعند البشر ما فيش حد حياته العائلية بحر أو بركة راكدة، صحيح، لا، لازم يكون في تفاعلات. فأحيانا بيبقى في تفاعلات وأحيانا بيبقى في هدوء زي كل حاجة. لكن أنا معظم حياتي كان فيها عامل الهدوء والبتر. والبتر؟ إزاي؟ مع إن الاثنين متناقضين. لا، حالة الهدوء علشان تعيش في هدوء لازم تبتر المسألة، مش كل يوم حتى تبقى في مهاترات. قولي لي، البترت إيه مهم في حياتك؟ يعني بترت حاجات كتير. قولي لي مثل. يعني حاجات كنت أحبها أحبها بترتها، قفلت عليها يعني. قفلت عليها. حاجات يعني مثلا كنت أحب قوي 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 أسهر طول الليل، لا، دي ضد صحتي، يبقى مش لازم. يعني في حاجات كده في الحياة بتبطرها ولازم تبطرها. وكنت بتنجحي في البتر ده؟ السجاير. كنت مدخنة؟ كنت مدخنة. شاريها؟ شاريها. وفي يوم من الأيام بصيت كده وقلت إيه، السجاير خطر على الإنسان، وربنا مديني حاجة جميلة جدا طبعا وأشكره عليها، إن هو اداني موهبة واداني صوت. أنا أكسر الموهبة وضيع الصوت ده في شوية دخان طالعين ونازلين، ورحت ماسكة السيجارة وطفيها. نعم. وكان عندي 5 خراطيش، كلمت اللي بيدخنوا منه، أحد عايز خراطيش كذا يا ريت، رحت مديها له. ومن يومها لا اشتهيت سيجارة، لأن اقتنعت من جوايا. انت لما تقتنع من جواك، في ناس يقول مش قادر ابطل، انت مش عايز تبطل، لكن يعني الاراده مهمه جدا. انت عايزه تقولي انه في الفعل واراده الفعل. واراده الفعل بالظبط. لانه الفعل من غير اراده ما ينفعش، يظل مجرد امنيه. هتشم كده سجاره، حد هيديك سجاره، ده انا رجعت للسجاير بعد ما بطلت. لا. فيعني في حاجات الواحد يقدر يبطرها، يقدر يفطم. عارف الله. الفطام. تمام. يفطم نفسه. تمام. يفطم نفسه عن حاجات تمام. كتير. عايز اقول لك ان انا زمان وانا شاب في بداية عمري وقع في ايدي كتاب محمد حسنين هيكل اسمه ايران فوق بركان، قريته في ليلة وهزني السيناريو بتاع الكتابة. واظن ان الكتاب ده كان مدخل ليا في عالم الصحافة. انا عايز اعرف ايه المدخل اللي كان في حياتك، وان كنت فاكر انك انت كنت ساكنه جنب سينما، صح؟ ايوه، سينما صيفي وبتشوفي من البلكونه الافلام. بس ما كنتش ابدا اتخيل في يوم من الايام ان انا همثل، ولا اشتهتش ان انا امثل. امال كان في ايه في فيلم الحذاء الاحمر؟ الباليرينا. 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 يعني انت كان ممكن تبقي باليرينا؟ بس ما كانش فيه وقتها معهد باليه.
فكان الـ الـ الفيلم خدني وبهرني، وتمنيت ان انا ابقى زي دي. وكان في دماغي، ما عرفتش ان انا بحب التمثيل الا ما مارسته. ما هو في حاجات جواك انت لا يمكن تعرفها وتكتشفها، وبتطلع غصب عنك وبتكتشفها، وتلاقي انها كانت موجودة عندك وانت مش واعي ليها. بمعنى ان انا كنت ماما لما كانت بتاخدني السينما ونتفرج على افلام محمد عبد الوهاب، نعم، كنت احفظ الفيلم واروح المدرسة احكيه للعيال زملائي، واخد انا دور محمد عبد الوهاب واقول لهم انت هتقول كذا وانت دورك كذا وكذا وكذا وكذا، يعني اخراج كمان. وامثل انا عبد الوهاب واحط ايدي في جيبي واضحك حاجه كده، واخد بالك؟ فمعرفتش الحكايه دي الا ما كبرت. تحبين؟ ماذا يهم؟ انظري الى قذارة ماضيك. اي راجل يريد ان يدعوك امرأته؟ اي طفل يريد ان يدعوك امه؟ لك الحق يا سيدي. عظيم عظيم، رائع 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 والله. يا سلام يا سلام، ده فن. بس دي غات الكاميليا مش هامل. يقطيع، كلهم خواجات والنبي ما بعرفهم من بعض. دي حاجة عظيمة خالص. تعرفي يا مدام، أنا للواقع، للواقع فقط. أنا لفيت كتير وشفت الرواية دي على جميع مسارح العالم، عمري ما شفتها بالروعة دي أبدا. ما تكسفنيش بقى. أكسف حضرتك؟ يا سلام، ده باريس، في باريس نفسها ما شفتهاش بتتمثل كده. حضرتك رحت باريس؟ أيوة، أنا كل سنة عندي مأمورية كده في باريس. يبقى لازم شفتني هناك بقى. حضرتك مثلت في باريس؟ طبعا، في المسرح الكبير ده اللي هناك. اسمه ايه يا أورني؟ أيوة اسمه ايه يا أورني؟ اسمه ايه يا أورني؟ اسمه اللوفا، اللوفا، اللوفر. أيوة هو ده. بس اللوفر ده متحف مش مسرح. برافو عليك، اهو انت عرفت، هو ده بالمظبوط. الناس بقت هتتجنن، سوسه سوسه، عايزين سوسه. بالفرنساوي طبعا. امال هل الانسان بيخفي احلامه الداخليه؟ مش بيخفيها، هي بتبقى غامضه وبتقب في مره واحده. انا عايز اقف عندك من التئب. تئب بمعنى من الذي يكتشفها؟ هل ينكشف الانسان نفسه ام الاخر ممكن؟ او التجربه. التجربة انك تتحط في محك، فبيظهر فيك حاجات، فتكشف هذه المحك. زي الحجر لما تعمل كده ويطلع نار. ويطلع نار بالظبط. اذا انت يعني كان التمثيل بالنسبة لك مش من الاشياء لا 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 ذات ولا ذات الكمال يعني. لا لا مرحلة لا. مرحلة النضج في تورطة عمرك كانت امتى؟ برضو مرحلة النضج كانت في الستينات. ستينات. يعني انا اقدر اقول ان النضج والتوهج كان الستينات والسبعينات. نعم، يعني من نص الستينات للسبعينات. دي كانت مرحله نضج في حياتك. نضج وتوهج وعمل وتاريخ و و و الى اخره. وقد ايه انا كنت ما بحسش بالتعب لما اشتغل. يعني كنت بشتغل كتير قوي. لغي الإرهاق. لغي الإرهاق، يعني لما بحط نفسي في الشغل بحس براحة وانتعاش وكل الشغل ما كان صعب كل ما كنت أحبه أكتر. يعني الأدوار كده السندريلات، أيوة يا حبيبي طيب يا روح، كلام فارغ، دي ما أحبهاش. وأسأل الأدوار. لكن الدور المركب اللي عايز تفكير واللي عايز كاركتير واللي عايز خدمة، ده أحبه. وانت على المسرح بيبقى كل حياتك وجوارحك وذاتك وعالمك في اللحظة دي. في اللحظة دي. وكل العظمة اللي في الدنيا حاسة بيها، وحاسة ان العالم كله في كفي. امتلك العالم في كفي، وانا واقفة بقول كلام. اصل الكلام اللي كنت بقوله على المسرح كلام. نعم، فاهم. كلام طبعا. مش زي الكلام. ولذلك ولذلك انفعالك كان جنوني في لحظة مناس
بتتكلم. ايوه. فقلت اقفل الستاره. انا فاكر مش عايزه اي ايدك كده اي خدش. انا حضرت حضرت المسرح لما قلت اقفل الستاره. لما قلت اقفل الستاره كنا في شم النسيم. أيوة. واحد كان سكران. ايوه اكيد. لما قلت اقفل الستاره عايزك توصفي لي نفسك كنت جوه بقى وقفت كده. سمعت صوت واحد بقول انا عايزه ما اعرفش ايه. قال لي يا ما عندي كنت بدور على حاجه في المسرح. بقول بدور على اظن للولد الصغير عايزه له اكل او حاجه. فقال عندي واحد يطلع صوته ويقول عندي وانا واقفه. فرحت حصل لي تصلب تصلبت ومخي وقف قلت اقفل الستاره. ده صحيح لاني لازم يحترم. وانت جوه بقى على المسرح في اللحظه دي كان حالتك ايه؟ كنت طبعا تعبانه كم من الغضب والعصبيه شديد جدا جدا أكيد. بعدين الناس طلعوه بره. انا عارف انا فاكر وفتحوا الستاره وانت شايف التسقيف. نعم. اللي حصل. نعم. وكملت. نعم. انا بكلمك عن لحظه الوقوف وانت شايف الناس وعينيهم بتلمع في الضلمة كلها محوطاك نفسهم. انت بتشوف العينين ولا بتشوفي كتلة صمتة؟ لا العينين انا بشوفها زي النجوم. بشوف في حاجات كده في الصالة. حاجات بتبرق. مش واقعية. مش وش. مفيش ملامح. مفيش ملامح بس دفء. حاسة بدفء وحاسة بحب وحاسة بحنان. حاسة باحتواء. حاسة باحتواء. حاسة بان بقول لك بحس ان العالم كله ملكي. مش عايزه حاجه من الدنيا بعد كده غير اللحظه دي. غير اللحظه دي عظيمه دي. فعلشان كده بقول لك انا كانت صحتي بتبقى كويسه على التعب. قد كنت يوما لا تطيق بعادي اوقعتني صيدا رخيصا في شباكك اوهمتني يوما باني في حياتك كل ما تبغي وان هواي اجمل ما تريد وسرقت يا مولاي اجمل دره في عقد عمري اسكرتني وأفقت كي أجد الزمان وقد تسرب من يدي 20 عاما في بلاطك لا زواج لا وفاء لا رجاء ولا كرامة 20 عاما أنزف الأيام نزفا في بلاطك أرجوك يا مولاي أن تطلق سراحي أن تفك زمام أسري أن تدعني ربما أجد الطريق. أرهقتني وتركتني يوما بقايا من رماد أصبحت عندك أشبه الحلم القديم يطوفك الأوهام ثم يصير حزنا في الضلوع. قولي لي في ضعف امرأة قوية إيه علاقتك بالدموع؟ شوف هل هي عصية؟ حالات تنزل الدموع وحالات تستعصى علي. في الحاجات الجلل الكبيرة تستعصى علي. في الحاجات الهايفة تنزل. غريبة. حاجات مش الهايفة يعني هالي. الحاجات اللي تحركك عاطفيا. عيل صغير واحد مسكين واحد يعني منظر العيل الصغير وهو بياكل بيعمل عندي حاجة. بحس عيني بتدمع كده وعايزة احضنه. لكن في الحالات الفظيعة بقى المهمة في حياة الإنسان بيحصل لي جمود بس بدل الدموع بحس كأن كف حديد مسكتني من رقبتي. بكيتي في فراق حبيب؟ مش فاكرة. وانت شابة؟ مش فاكرة. ليه؟ ما فرقتش. هو ما حصلش ان فرقت حد او هو فرقك ولا حد فرقني. ايه ما قدرش؟ كان بالاتفاق. لا لازم اعرف والله. يعني انت حبيتي وانت شابه في المعهد اكيد. حبيتي طيب في المعهد وبعد المعهد وبعد المعهد. الحب ده كان بيبقى له لحظات توهج ولحظات انطفاء. طبعا انسان انسان انسان. عشت الصراعات النفسيه يا كتير انسان. بتعتويها ازاي؟ بعقل بقى. يعني انا ما بيعجبنيش الستات اللي تهزق نفسها. بمعنى
بمعنى اول ما تحس ان الشخص اللي قصادك قفل ابتدى يهتز شويه احسن تكون البادئ. كبرياء برضه. صح. وانت نص وزن الكبرياء. قولي لي سميحة ايوب تعرف واحدة صاحبتها اسمها الوحدة؟ اه. انت بتقوليها كده بثقة شديدة. بعد ساعات اكترها بمزاج. لا لازم اعرف الوحدة ازاي. خير من جليس السوق. صح. صح. فانك انت الوحدة دلوقتي ربنا مدينا حاجات كتير جدا. في عصرنا ده. مدينا تلفزيون ومدينا كتب ومدينا موسيقى ومدينا انترنت ومدينا ايباد ومدينا حاجات نملة الوحدة بتاعتنا بيها. صحيح. احسن ما تقعد وتسمع ترهات. اذا كان عندك حد تقدر تتدفى بيه. حلو. يا اهلا بيه. نعم. نعم. هتحس انك انت ضيعت وقتك وبديت تتنهد بقى وتبص في الساعة وامتى بقى نخلص. احسن تقعد لوحدك. انت من الناس اللي يحبوا قوي استثمار الوقت؟ لا مش قوي. مش قوي. لا طيب مش قوي. لما بتحس ان الوقت بيتسرب من بين ايديكي بتحزني؟ والله بقول سنة الطبيعة. سنة الطبيعة. سنة الطبيعة. نعم. دي الطبيعة. مش هنقدر نغلبها ابدا. ايه هي جالتك دي؟ يعني انا هكدب عليك يا ولدي؟ لا 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 يما لا ما قصديش. لو شفتها والدمع هتفر من عينها قدام نجاة بنت عمك، ولا لما سالت ورفيع بيه رايه ايه، ولا لما قالت انا ما هقولش رايي الا لما رفيع بيه يقول رايي. بزيادك يما بزياداكي. بزيادة يا ايه عاد؟ اصل كل الحديد ده مش معناته زي ما انت فاكرة. مال حيكون معناته ايه؟ انا خابر عاد. بس انا خابرة. واه يما الله يرضى عليكي. وحتى لو هو كده الحكاية فيها الف وجه يمنع. تاني يا رفيع. طيب انت هتقبل تديها للدكتور فيصل؟ يا ولدي يمكن يروح لابوها. ايه انا بقول يمكن. طب خليه يعملها. طب ولازمتها ايه المشاكل عاد يا ولدي؟ مش يمكن يروح لعم غزال وعم غزال ما يعرفش عوايدنا ويشوف ان الدكتور فيصل ما يتعيبش؟ واو ساعتها هي ترضى مش كده؟ لا ان كان عليها هي ما هترضاش. لكن يا ولدي ده لا شرع ولا دين يقول كده. يعني هنبقوا زي اللي لا بيرحموا ولا يخلوا رحمة ربنا تنزل. خلاص يما خلاص خلاص. ايه عاد يوه.